مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج حديث الساعة. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة، ونتحدث عن موضوع هام ومهم في هذا المساء، ألا وهو التنمية الاقتصادية في ظل الحرب وما بعد الحرب. هناك العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية ورجال المال والأعمال وغيرهم من يتحدثون عن الجانب الاقتصادي أو أن الوضع الاقتصادي أو أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تكون إلا ما بعد الاستقرار والحرب. لكن في الحقيقة إذا تتبعنا هذا المسار ابتداء من تعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني تخيلوا معي الوضع والساعة في أوجهها، يعني الساعة يا الناس يتهيئون للبعث والحساب، ولكن هناك تظل النوايا للإعمار والتنمية وخلق بيئة جديدة مهما كانت الظروف. نحن كنا في وضع حرب قبل سنة ونصف أو سنتين، اليوم وصلنا إلى مناطق يعني انتصرنا في العديد من المناطق، حررت كثير من المحافظات. لماذا لا نبدأ بوضع اقتصادي أفضل؟ لماذا لا نبدأ لنهيئ للاقتصاد والاستثمار، بل ونستثمر ونبني ونعمر مع الحرب؟ يعني الحرب ليس معطلا، بل يجب أن تكون حافز لننطلق أكثر نحو البناء والإعمار والاقتصاد. نرحب في مستهل هذه الحلقة بالأستاذ محمد المحضار، مستشار محافظ محافظة شبوة لشؤون الاستثمار وعضو مؤتمر الرياض والباحث في الشؤون الاقتصادية. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. حياك. يعني تحدثنا كثيرا أنا وأنت حول الاقتصاد والاستثمار والتنمية، ونحن نعرف أنك من الأشخاص الذين يقولون دائما أن مشكلتنا في اليمن هي مشكلة اقتصادية قبل أن تكون مشكلة سياسية. زرت العديد من المناطق، وها أنت تعود بعد أن قمت بزيارات العديد من المحافظات، وتلمست وناقشت الكثير من المسؤولين هناك ووضعتهم رؤى وتصورات. حدثنا في مستهل هذه الحلقة حول زياراتك، وماذا لاحظت وما هي الانطباعات التي عدت بها؟ الحمد لله. الحقيقة أنا زرت محافظة مارب ومحافظة حضرموت ومحافظة شبوة، والذي هي جيران، بل إنهم في قواسم مشتركة تجمعهم، سواء من حيث النسيج الاجتماعي أو من حيث الاقتصاد، أو إنها تقدر تقول بأنها محافظات الثروة. نعم. الباطنية، والتي حرمت طوال الفترة السابقة من أبسط مقومات الحقوق حقها. فكان في الحقيقة أنا سافرت وعندي انطباع غير ما وجدته، عندي انطباع أني بجد محافظات مدمرة، مجتمع متخلخل، فاقد يعني توازنه، فاقد بحكم الحرب. وجدت أن المحافظات هذه في أوج مجدها وفي أوج يعني نشاطها وفي أوج مستقبلها إن شاء الله في بداية الطريق، فأثلق صدري. بل إن أثلق صدري أكثر القائمين عليها كمسؤولين. وجدت التواضع الجم، وجدت العقلية المتفتحة، وجدت الإنصات إلى الآخر بعكس ما كنت أعيشه. فوجدت انه الاستماع على 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 اوسع نطاق. فالجانب الاخر انه فوجئت بان هذا على سبيل المثال مارب. كم لك من مارب؟ والله انا قبل الحرب يمكن حوالي 3 سنوات أو 2 سنين. شفت شيء مختلف تماما، تغير كامل كم من وكيف. وجدت انه ان اليمن بكل اطيافه وبكل مجتمعاته وبكل ناسه موجود في مارب. فقلت من هنا يحق لمارب ان يقول ممكن يكون عاصمه اليمن بالاطياف هذه الموجوده والمجتمع، يعني الذي اصبحت حاضنه لكل اليمنيين، حاضنه لكل اليمنيين، رغم انها غير مؤهله. يعني البنيه التحتيه البنيه التحتيه حقها ضعيفه.
كانت إمكانياتها ضعيفة محدودة، لكن قلوبهم أوسع وأكبر وتوسعوا لبعضهم وأصبحت حاضنة للجميع، بل أصبح الجميع يحب أن يبقى ويستثمر ويعمر ويبني ويبقى في مأرب. يعني أنت عبر الوديعة وصلت إلى مأرب، وصلت إلى يعني، وأنت تسير في الخط وأنت أول مرة تستشرف على المدينة، هل وصلت ليلا نهارا؟ كيف رأيت الأوضاع، مزاج الناس، الشارع العام، كيف رأيت؟ يعني أنا فكرة كان زميل أو صديق لي في مأرب قال تخيل أنا أسمع أزيز الكهرباء يمر على رأسي ومنطقتي ليس فيها كهرباء، هذا قبل 4 سنوات وخمس سنوات حقيقة، يعني الصورة اختلفت الآن. سيدي أنا قبل 40 سنة أتيت إلى العبر وجدت لا يوجد فيه ولا عشة ولا صندق ولا شيء، اليوم فوجئت بأنها مدينة العبر، وانطلقت منها في حالة ذهول وفي حالة استمتاع، ووجدت أن هذا الصحاري يعني قابل للحياة، أنوار تحولت إلى أنوار. الأماكن الذي فيها الكهرباء كهرباء، والأماكن الذي ما فيها كهرباء ووجدت يعني الشعل حق النفط والغاز. أتصور أني خشيت 15 كيلو من يسار الخط ويمينه كلها ناقلات أو روس ناقلات حق النفط والغاز، حوالي 15 كيلو. وسألت عن الرقم وجدت 7000 إذا لم يخني الذاكرة، نعم 7000 ناقلة، هذا الذي موجود في مأرب. يعني لحنا تغذي المحافظات، تغذي المحافظات حق الجمهورية كاملة. يعني لحنا نعيش حالة يعني هذه المحافظة المعطاء، حاول علي عبد الله صالح أنه يشيطن المحافظة. يعني خلال الفترة الماضية، لا يعني خلينا كمواطنين نشعر أن مأرب هي مشكلة وليست حل. بالضبط. الوقت الذي بالضبط. مأرب هي الخير. بالضبط. مأرب الخير. أنا مع ابن مأرب أن يكون عايش على الفانوس والكهرباء تمشي من فوقه. أنا مع ابن مأرب أنه يكون الخير ينبع من تحت رجوله وهو ما حصل العلاج لابنه في المستشفى. يعني معه في موقف، قصدك معه في موقف انه ضد هذا، معه معه نعم معه، يعني من المعيب. بالضبط، ومن حقه عن هذا. فدخلت المدينة الذي عرفها من قبل اخترقها في دقائق، دخلت ساعات على بال ما من كثر الزحمة، وجدت كثافة سكانية غير طبيعية، حركة تجارية غير طبيعية، عمران غير طبيعي وامتداد غير طبيعي. الحاجة الوحيدة الذي لاحظتها فعلا وماخذ عليها هو عملية البنية التحتية، لأنها ضعيفة أصلا من قبل، محاربة من قبل وضعيفة. كان مفروض انها يعني صعب انه خلال سنتين تعمل بنيه تحتيه لاكثر من مليون وكسور، صعبه. لا، لكن مفروض انه الان ينزلوا مسؤولي المحافظه الى الميدان، ينزلوا الى الميدان ويعمروا البنيه. رغم انهم الان يعني هم بداوا الان في التخطيط، وانا اطلعني الاستاذ علي محمد الفاطمي اطلعني على خطط عملاقه وخطط جميله من أجل المحافظة. لكن الحركة الميدانية ضعيفة، الحركة الميدانية حقيقة ضعيفة، لا بد من النزول، لأنه في تجاوب حتى من المواطن. المواطن الآن أتصور أنه الآن مثلا الكهرباء في حاجة إلى أن تعمل لها خطة طموحة واسعة، على أساس أنه مثلا الشبكة، تطور الشبكة، تطور المحولات، تطور البنية التحتية التي من شأنها توسع المدينة وتكون مدينة طموحة بما تتناسب تناغم وتحاكي الماضي والتاريخ القديم. مدينة الجمهورية، مدينة الجمهورية، محافظة الجمهورية. بالضبط. بالضبط. المحافظة التي وقفت ضد يعني مغول العصر الحوثي وأتباعه وأزلامه. نعم نعم. وانتصرت عليهم. نعم. فهذه من حقها أن تستمتع وأن تحاكي أن التاريخ وعندها الإمكانية ويعترفوا بها الآن ويفتخروا مسؤولي المحافظة أن عندهم الإمكانية.
بس عليهم كانوا مقيدين في كانوا مقيدين محاصرين بالضبط كانوا محاصرين اوهمونا وكان لا يدفع حتى 5% انا لا ابوح سر انا اقولها علن لا يدفع لهذه المحافظات سواء مارب سواء شبوه سواء حضرموت لا يدفع لها حتى 5% من خيرات من خيرات المحافظه فلهذا السبب ظلت يمتصها الاخرون المركز بالضبط يمتصها الراس الذي يشير عليه وهم يقاتلون الان على ذلك وهم يقاتلون ومن حقهم يقاتلوا ومن حقهم يقاتلوا كائن من كان كائن من كان لان هذا حق على فكره يعني انا قصدي الحين انه ومع ذلك ابناء مارب وابناء حضرموت وابناء شبوه يعني لم ينكروا حق الدوله بشكل عام في هذه الثروات ولكن الانقلابيون هم الذين انكروا حق ابناء هذه المحافظات من حقهم يعني خلال الفتره الماضيه استنزفت هذه المحافظات للمركز ولم تعطى ولم يكن هناك مردود ايجابي للمحافظات لتستفيد منه في بنيتها التحتيه لانهم تعودوا سيدي تعودوا انه العمليه المافيه انه احنا نشيل كل شيء ولا البقي شيء هذا تعودوا عليه وعشان كذا انا في فكري إن اكثر الحرب هي اتت نتيجه هذا نتيجه مساله اني املك كل شيء استحوذ على كل شيء استحوذ على كل شيء واملك كل شيء وانت لا تملك شيء فهنا القسمة الضيزة هنا القسمة الضائع فعلشان كذا من حق أي كائن في العالم كله الأولية يدافع عن حقه يدافع عن حقه والأولية لابن المنطقة نعم كحق مشروع سواء في التوظيف سواء في الدخل سواء في القسمة العادلة احنا نقول انه هذا يعني شيء قومي او مال قومي من حق الدولة تتشارك فيه لكن بالعدل طيب خلينا نشترك معنا الاستاذ علي محمد الفاطمي وكيل محافظه مارب السلام عليكم استاذ علي وعليكم السلام ورحمه الله اليوم نتحدث عن مارب التاريخ والحضاره والمقاومه والاقتصاد نتكلم على الاقتصاد والاستثمار معنا الاستاذ هنا في الاستوديو محمد المحضار المتخصص في الشؤون الاقتصاديه ونتكلم على كيف يمكن ان نهيئ المناطق المحرره ومنها مارب لفرص استثمار واقتصاد يعني في قادم الأيام كثير من الناس يتحدثون أن هناك حرب وهناك لكن إحنا يجب أن ننطلق أيضا ونكون حاضرين في كل هذه الملفات وتكون المحافظة والمحافظات المحررة أيضا جاهزة للمنافسة في ذلك وتقديم الفرص الاستثمارية المتاحة للناس شكرا لقناة عدن ونحيي ضيفك الكريم محمد المحضار والمشاهدين نحن هنا في محافظة مارب ندعو جميع المستثمرين للعمل في محافظة مارب بكون جميع التراخيص تتكام من مركز المحافظة ونأكد أن كثير من رجال الأعمال تحركوا وهناك مشاريع متعددة كما ندعو الشركات النفطية شركات الفندقة شركات السياحة هناك توسع هناك الانضباط هناك التزام نحيي كل جهد الاستثمار اليمني والخليجي والعربي وهناك الآن عمل شراكة في عدد من المنشآت في المحافظة والوضع ويؤكد هذا ونطلب من قناة عدن النزول على الطبيعة في محافظة مارب بير وبلاطة العمرانية المتوسعة في المحافظة وذلك يؤكد أن الوضع في محافظة مارب مستقر وأن المناخ مهيأ ونؤكد لجميع أبناء اليمن أن محافظة مارب لديها المقومات الكبيرة في الجانب الزراعي الاقتصادي النفطي السياحي ونشكر جهود السيد محمد المحضار الذي يعمل من اجل قدم مشروع تنميه الاقاليم وهذا المشروع سيدرس على مجموعه اقاليم سبا ان شاء الله في القريب العاجل نشكر جهوده نعم ونتابع كل انشطته التي يعمل من اجل اليمن واستقراره ودعوته للمغتربين اليمنيين في الخارج نعم 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 استغلال هذه الفرص للاستثمار في وطنهم نؤكد ان كل التسارع
وكل الإجراءات القانونية تتم وفقا لقانون الاستثمار في اليمن ومباشرة من محافظة مارب. وهذا شيء يعني يثلج الصدر، هذا التوجه العام للاستثمار، ونحن نعلم أن الفرص الآن متاحة، الأمور كلها ميسرة أفضل من ذي قبل، يعني بعيدا عن العوائق التي كانت تضع سابقا. يعني كانوا الناس يصوروا يعني كان النظام السابق يصور أن مأرب يعني ليست قابلة للاستثمار، وأن فيها فقط يعني كثير، يعني حاول قدر الإمكان أن يصور أو يشيطن المحافظة، لكن الحمد لله ها هي الأيام تبدي أن مأرب هي الحضارة والتاريخ، وهي النضال، وهي الاستقرار والسكينة. الجانب الأمني والجانب الاقتصادي مرتبطين ارتباط تام ووثيق في ذلك، رسالتك في هذا الجانب؟ في الجانب الأمني جميع الخطوط الطرق الرئيسية الممتدة في اتجاه حضرموت واتجاه محافظة كبوة واتجاه محافظة البيضة واتجاه محافظة صنعاء واتجاه محافظة جوف، جميعها مؤمنة وتحت إجراءات أمنية مرتبة. وهذا الأمن ليس بقوة الجيش، وإنما بمشاركة كل أبناء المحافظة وكل المقيمين في المحافظة. نعم. لأن الأمن منظومة عامة يشترك فيها الجميع. نعم. وبالنسبة للتخطيط العمراني الآن، نحن نعلم أن هناك أعداد كبيرة جدا في مأرب، وهذه تحتاج إلى بنية تحتية أيضا. الآن يعني كثير كلمني الأستاذ محمد أيضا أن هناك إعمار غير محدود في مأرب. تماشيا مع ذلك، التخطيط العمراني يجب أن يكون حاضر حتى الآن نحن في التخطيط العمراني عندنا نماذج وحدات جوار ستنزل إن شاء الله في القريب العاجل، مخططات لتوسيع مدينة مارب. والآن المنطقة التي الآن يتم فيها إنشاء سور جامعة سبا مخطط كامل لمدينة متكاملة إلى جوار مدينة مارب الحالية. المخططات على مستوى تحديد كل تخطيط حضري. نعم، يعني الأمور إلى خير وفقا لمعايير مدن كبيرة. نعم، وضع فيه كافة الاحتياجات. يعني سيأخذنا الحوار على فكرة، يعني نحن في اتصال هاتفي لا يمكن أن نكمل كثير من 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 المحاور. أستاذ علي محمد الفاطمي وكيل محافظة مأرب، نحن نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم، ونعلم علم اليقين أن مأرب هي من تصدرت الجمهورية وحافظت على روح الجمهورية وثباتها. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك، شكرا لضيفك الكريم، شكرا للمشاهدين، يعطيكم الصحة والعافية. شيء التراخيص والأمور القانونية والمحافظة والقيادة السياسية والمحلية يعني حاضرة في مشهد تطوير بلادهم. هذه الروح التي كان الناس يفتقدونها. القرار المركزي هو قرار الفساد، القرار المركزي هو قرار الإخصاء والتهميش ومحاولة اللعب بأوتار سياسية وجهوية ومناطقية وما إلى ذلك، لكن هي مأرب وكثير محافظات ستتخطى هذه العقبات إن شاء الله بإذن الله. أولها بدأ الأستاذ علي حقيقي يثلق صدرك، أنا قعدت معه يعني شبه يوم كامل، بل إني عطلته من عمله حقيقي، والرجل ذو مهام كثير، فلما يتحدث لك يتحدث لك عن مأرب بوله وعشق. نعم. يعني وجدت إلى الرجل لم يكن موظف فحسب، بل هو عاشق، فوجدته يعني يتحدث لك عن الطرقات ولا تمله، يتحدث لك عن البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي إلى آخره ولا يحدد، يتحدث لك عن التعليم، عن الصحة، عن كل المجالات، فلا تريده يسكت، لأنه هو كمان صادق وله أحلام وطموح، ولا انسى ويخططون ويعملون بما في ذلك يعني وضعوا حجر الاساس لجامعه سبا. نعم. كيف وبتكون جامعه عملاقه، لانها بتكون مدينه، ما بتكون مجرد جامعه اكاديميه، لا
بتكون مدينة، مدينة بما تحمل هذه الكلمة، مدينة حديثة يعني، مدينة حديثة أو مأرب الجديدة. هو مأرب الجديدة الآن. يعني أنا رغم عتبي عليهم خاصة مهندسيهم في مأرب، إلا أنهم معاهم حق، ما يقدروا يلاحقوا في تسارع، تسارع غير في البناء العمراني، في البناء العمراني في تسارع. حتى التخطيط اللي بيخططوه اليوم يأتوا بكرة وقد تجاوزوه. نعم. المواطني. نعم. فيعني مهما قلت لك أنا دهشت حقيقة، دهشت في الوقت الذي أنا فرحت بما وصل إليه مأرب بحقه حقيقة. خليني فهذا في البداية، فما بالك إذا خليني أعرف. أنا التقيتك قبل فترة قبل ما تسافر، كنت أحس إنك كذا تشعر في قليل من الإحباط أو اليأس كذا في لحظة من اللحظات، شعرت إنه الأستاذ محمد يشعر أن هناك عجلة واقفة في البلد، لكن بعد ما سافرت ورجعت رأيتك بشيء آخر. أنا ندمت، لا أخفيك إني ندمت على ما يعني متاعبي مع القيادات القديمة، شفت كيف؟ أو حتى قياداتنا الموجودة الحالية، يعني كرئيس ورئيس. لما وصلت للميدان؟ أيوة، لأني وجدت الميدان، إن الميدان يعمل، الميدان عامل، وإنه بعض القيادات الموجودة لحد الآن معيدة لهذا العمل. لماذا؟ لأنه الميدان هو المحك وهو المعيار. أخواننا يتكلموا بلغة بعيدة، وهناك من يتكلم بلغة الميدان والإنجاز بلغة واقع. شفت كيف؟ الكهرباء في مأرب، الكهرباء يا سيدي، الكهرباء في مأرب لا تكاد تطفى، شفت كيف؟ نعم. الزراعة حولوها على الكهرباء لأنه ما عاد قدر يواكبوا الديزل، الديزل ارتفعت يعني تكلفته، فأصبحت الآن مجرد دينمة وشغل لك المزرعة حقك وصرح اشتغل. خلينا نقف هنا في النقطة هذه، يعني شوف أبناء مأرب والقيادة المحلية والسلطة المحلية والمحافظ يسعون لتطوير منطقتهم ومحافظتهم وتقديم الخدمة والبنية التحتية. نعم. نعم. وتوفير ما يمكن توفيره للمواطن. نعم. في الوقت الذي ماذا فعل الانقلابيون في المناطق التي تحت أيديه؟ ولا شيء غير خراب ودمار وقتل ونهب. ماشي بس أنا هذه رسالة للمواطن الذي يسمعنا الآن. بس أنا كمان هذه رسالة للمواطن الذي يسمعنا بس الآن. كمان أنصف يا أستاذي أنه نفس يعني عندما تحرر أغلب المحافظات موجودة، لم يحدث هناك كما قلت لك سابقا، لم يحدث أي تغيير إلا في الثلاث المحافظات هذه حقيقة، مأرب وشبوة وحضرموت. أما البقية بالعكس ما وجد شيء، بما فيها عدن، عدن تئن، ولا حتى حققوا لها الكهرب أو حتى الصرف الصحي. أقولها بالصوت المليان، بمعنى آخر إن ما هناك روح تغيير صحيح، وروح التغيير يأتي من البنية التحتية والواقفين عليها، لن تأتي من فوق بقدر ما تأتي من تحت. هنا كان إصرار وكان عزيمة، كان سلطان العرادة وكان أحمد لملس وكان أحمد بن بريك وأصروا رغم التهديد ورغم الظروف الذي يعيشوها، لكنهم أصروا ولا زالوا يصروا وحققوا وبدأوا يحققوا، وهذا يعني كإنصاف. خليني بس أدخل معك أيضا في الجانب الأمني، يعني المواطن، المزاج العام، الشارع العام، حمل السلاح، أصوات البنادق، هل يعني كيف تصف هذا الوضع؟ هل تم يعني الآن الأخ الوكيل قال هناك اتفاق بين السلطة والمواطن أننا نحقق الأمن في كل الخطوط ونحقق الأمن في كل مختلف المحافظة، هذه الفكرة يعني تفضل يا سيدي. المواطن في حد ذاته مل وكره الثار وكره الحرب، يريد استقر. نعم. بس كيف تضمن له الحد الأدنى من الأمن والأمان في الآن؟ يعني نحن خلال السنوات الماضية كان يصور لنا أن مأرب ترسانة من الأسلحة، وأن المواطنين يسيرون بترسانة من الأسلحة محملين، يعني تغير الحال الآن الأمة. أنا كمان أحمل أبناء مأرب جزء من هذا الجانب السلبي زمان. نعم. والآن. نعم. زمان والآن، لأنه ما أظهروا الحقيقة حق مأرب، أصالة مأرب، حضارة مأرب. كان في إعلام مضاد، هدوء
هدوء يعني, يعني قصدك انهم انهم ما حاولوا لا لا يردوا ما حاولوا يظهروا او يعدوا الاعتبار لمحافظتهم ولهم. كان في لا بس اقول لك هنا يعني كان في اعلام مضاد ضد مأرب، كانت السلطه الحاكمه في تلك الفتره تشيطن مأرب. انا فاهم وعارف وعارف ان في تفرق سد وانه كان اذكاء يعني روح العدل. يعني قصدك انه ابناء مأرب المفروض انه كانوا يوقفوا يعني يردوا هذا الاعلام المضاد. ايوه فيهم متعلمين، فيهم مثقفين، نعم نعم. فيه وهم وهم اهدى ناس. محافظه مستهدفه هي مستهدفه طبيعي، نعم. لكن انا من حقي انه يعني حتى في المجالس في المقاعد في اللقاءات الاجتماعيه والثقافيه والغير. خلينا عشان ما نروح بعيد ايضا، الاخ الوكيل تحدث عن عدد من التصورات والتوجهات، كانت اقتصاديه واستثماريه وبنيه تحتيه وفنادق ومرافق سياحيه وما الى ذلك. نعم. الناس يستغرب يقول لك كان عدد السكان قليل، يعني هناك واحد يعمل 3-4 فنادق خلال الفترة الماضية كانت صعبة، لكن الآن مطلوب أنه يكون هناك. يا سيدي اليوم يعني يقاربوا يعني الذي أتوهم أكثر من 200,000 الذي أتوا من خارج مأرب، شفت كيف؟ والموجودين يعني يطلع الآن تعداد مأرب فوق 1,800,000 حقيقة. فلهذا السبب تئن البنية التحتية حق مأرب، تئن من الحمل الثقيل هذا، فمفروض انه يسارعوا من اجل انقاذ البنية التحتية ويتجاوبوا مع المواطن هذا ومتطلبات التغيير. يجب الاعراس هذا الذي موجودة تعزف في مأرب التي يعني يتفاعلوا معها المجلس المحلي برئيسه بنائبه بالجميع بمواطنيه، نعم. يجب ان يتفاعلوا معه. مأرب اصبحت رئاسه الدوله جدا، رئاسه الجمهوريه، ومن حقهم ان يفخروا اذا قالوا في يوما ما احنا عاصمه اليمن، من حقهم. بس يجب ان يسارعوا ويشتغلوا ليل ونهار وبدون هواده لكي يعطوا الحد الادنى للبنيه التحتيه. نعم. نعم. انت كنت تتخيل انه ستاتي ولا والمصافي مغلقه والشعله طافيه جدا والدنيا نعم. الدنيا نعم. يعني مغلقه والخطر والقتل هذا ما وجدته، بالعكس الناس وجدتهم يحملوا سلاح، لكن يحملوا سلاح وهم اكثر سلميه ويريدوا يطرحوا هذا السلاح، يريدوا يتركوه بقناعه وبفهم، لكن المبادرة مفروض أن تأخذ. كلما تطور مدينتهم منطقتهم تحضرت صاروا يخشوا في المدنية والحضارة والتاريخ ويحاكوا بلقيس وتاريخها، ونحن أولى قوة وأولى بأس شديد. نعم. استكملت رحلتك في مأرب وخرجت بانطباع وتصور غير عادي. أنا مشيت على رجلي في مدينة مأرب وقضيت يوم كامل وانا اتنقل من مكان لمكان، رغم ان الاخ علي محمد الله يحفظه يعني سهل لي كل الامور، بل انه عرض علي يعني التنقل والمواصلات وما شابه ذا النوع، الا اني فضلت اني امشي لكي اطلع، لاني اعرف مأرب من قبل، اطلع عن قرب، فوجدت انه يعني اعمار ابهاري في كل مناحي الحياه، بل في تجانس وتجاذب بين الزائرين وبين المواطنين. شفت كيف؟ فأصبحوا يعني حتى كتلة واحدة. الزائرين الذي أتوا مستأنسين وخذوا أرض وبدأوا يعمروا يريدوا يستقروا استقرار تام. أها. نعم نعم هذا الذي حاصل. أغلبهم الآن بدأوا يستقروا، يشتري أرض ويعمرها. لأنه حس إنه هنا موطن الأمان. موطن الأمان. بدل ما كان يصوروا لنا أن مأرب موطن نعم الخوف. نعم نعم. وقعدت مع زملاء كثير منهم مثقفين، منهم عسكريين، منهم تجار، منهم. فوجدت أنهم نفس الطريقة متفقين على فكرة واحدة أنه كيف الاستقر والطور الاستثمار في. لو ترى أن هذا يعني الذي يخلي الحوثيين وعلي عبد الله صالح يعني يمارسوا كل هذه الهجمة الشرسة على مأرب فيطلقون صواريخ باليستية، يعني بلغت عدد الصواريخ في أسبوع يمكن في حدود 8 صواريخ باليستية باتجاه مأرب، لولا أن هناك
قبة حديدية خاصة بالبتريوت وغيرها، نعم، يعني لعملت مشاكل في المواطنين على المناطق السكنية والأحياء. أنا شاهدت اعتراض الصواريخ بعين، شاهدت اعتراضها وتفجيرها في السماء. يعني هذا إجرام ما بعده إجرام، ما يحتاج. الناس يبحثون الأمان لكن يقول لهم نحن سنرسل صواريخ حتى لا تشعروا بالأمان. هي العملية الحرب هذه كلها لولا احنا بالحصلها انه نتيجة سحب البساط، نعم، وهذا الحقيقة. فمارب، ومن ثم بعد أسبوع أنا انتقلت مباشرة إلى حضرموت، ووجدت حضرموت يعني فوق ما كنت أتصور في مخيلتي. أنا جيت حضرموت، أنا والأستاذ العملاق حسين أبو بكر المحضار قبل يمكن حوالي 35 سنة، ووجدت المكان لا محدود سواء المساحة أو الإمكانيات أو حاجة من هذا القبيل. اليوم ذهلت، أولها بداية أني وجدت من أول نقطة تفتيش ينزلونا من الباص كلنا مسرة مؤدبة وتفتيش مؤدب وهويات، ومن ثم يرجعوا الباص ينظفوه، ما تدخل حتى سكي. وهذا شيء مهم، وهذا شيء مهم وأثلق صدري، بل إن الناس كلهم مقتنعين بهذا الشيء، نعم، لأن هذا الأمان. ووجدت هناك إنه خصصوا لي سيارة وسائق، ولفوا بي على مدار أسبوع كامل أهم المناطق في المكلا وحولها والميناء وحاجات من هذا النوع. ووجدت الأستاذ الخلوق المحافظ يستقبلني عند باب مكتبه، أثلق صدري وأخجلني الحقيقة هذا الرجل بتواضعه الجم، اللي هو أحمد سعيد بن بريك. وقعدت معه فترة طويلة في نقاش حول مسألة، أيضا في عمل في هناك ورشة عمل في حضرموت بالضبط. فوجدت أنه أتحاور وياه كيف يكون لنا خطوة في بناء الأوطان نستفيد والفيد كمغتربين. وطرحت عليه الهم كمان الذي طرحناه منذ 20 سنة، أنه كيف لو وجد لنا أرض لقيم عليها سكن ولقيم عليها مشاريع صغيرة ونقيم عليها حيث الوطن هذا المغترب، أو ننظم عودته بدل ما يأتي في يوما ما يربك البلد ويربك نفسه. ننظم عودته. فوجدت كل الترحاب، واتفقنا على مؤتمر أن يقام في حدود 3 أشهر إلى 4 أشهر، يعني بعد أربع أشهر إن شاء الله يقيم تسبقه ورش عمل سواء في الداخل أو في الخارج، مؤتمر اقتصادي استثماري. فمن حسن حظي كمان قال لي أنه في نفس اليوم الذي زرته أجاته بشرة أنه يقام سوق أوراق مالية في المكلا. يعني هم الآن يسعون لإقامة السوق مالية. هذه مسألة مهمة كبيرة جدا، وهذا حلم يعني، وأثلقت سطري حتى في حاجات عادني كنت أريد أطرحها عليه بالفرحة نسيت الموضوع، لكنه ظل بيني وبين يعني الناس لا غير واقفين، الناس جالسين يشتغلون، يشتغلوا بشكل وبشكل مواصل. شفت كيف؟ رغم التهديدات ورغم الهذي والتخويف، لكن الرجل عنده إيمان راسخ بالله ثم بالوطن، وانه ما حد كما قال لي، قال ما حد يموت باقي له ساعه. نعم. فوجدت انه كمان تطابق بيننا وبينه وبين محافظ مارب ومحافظ شبوه، وبينهم تواصل في تنسيق قوي جدا. شفت كيف؟ ولا بد ان يكون هناك تنسيق، لا بد، لانهم اولا جيران، شركاء مصير، موقع واحد، قواسم مشتركة، وعدو مشترك كمان، ومواطن منتظر منهم تقديم خدمات سريعة، لأنه العملية وما فيها الوقت ما عاد يحتمل، وأصبحوا الناس كمان ما عاد يصدقوا، ومن حقه، أنا معاهم، لأنها مواعيد في مواعيد في مواعيد إلى ما لا نهاية، عمر انتهى،
ونحن نوعد هذا المواطن. نعم عندك في إمكانية تقدم خدمة للمجتمع على سافي. أيه وسريعة واضحة عيان. أما مسألة سوف نعمل خطة خمسية وخطة عشرية وخطة ثلاثية وخطة هذه سكة حديدية من المهرة إلى إلى عدن. هذا تركها. أصبحت الآن هذا في 2006 ذكر أيوة عارف نعم. أنا أريد الآن شيء ملموس. أريدك تبتدي معي بالخطوة الأول رغم صغرها وبساطتها. أبتدي جيب لي موية أولا، جيب لي كهرب، جيب لي صرف صحي، أمان، جيب لي أمان. شفت كيف؟ وبعدين إذا عندك خطط استراتيجية خذ راحتك. إنما أنا أريدك في البداية تعطيني شيء ألمسها سريع. لا تقول لي بل أعملها في خطة خمسية في خطة عشرية في خطة. لا، هذه متى ما قلت اليوم كمسؤول أنا بعمل خطة عشرية أو خطة خمسية أو خطة. شفت كيف؟ فمعنات أنك تكذب، معنات أنك ما تصادق. ابتدي معي من الشيء الذي يوجعني، ابتدي معي من الشيء الذي يؤلمني. نعم يعني دخلتم وتم التفتيش في النقاط. وصلت الى المكلة. وصلت الى المكلة يعني أبهرني. أبهرني المكلة بشوارع الفسيحة النظيفة المنظمة. ومن ثم خلينا فقط الجانب الأمني. يعني هل رأيت يعني مسلحين خارج إطار الدولة؟ قطعيا من يوم دخلت المكلة حتى خرجت منه ما وجدت مسلح إلا من هو عسكري ولابس الزي العسكري وقاعد في النقطة حقه يؤدي عمله، ومؤدبين جدا في التأديب. حتى أني في أحد النقاط استفزيته بالعاني أبغى أشوف الشيء رد فعله ضحك، قال أنت رجل كبير إيش أقول لك. فأعجبني طريقتهم كيف يمتص الغضب وكيف يقيم الموقف. رجل كبير السن وشايب فطبيعي. أنا كنت يعني على ما تعودت أنه ممكن يكون عنده رد فعل يعني نعم ما مع الأسف. نعم يعني أمها يعني عندما يتم مثلا إذهابة كل الكيانات العسكرية في كيان عسكري واحد أو المقاومة أو من يمتلك السلاح في كيان عسكري واحد، هذا يعتبر الضامن الأساسي لتوحيد الخطاب الأمني، لتوحيد الخطة الأمنية. نعم. أيضا نجاح للخطة الأمنية في المحافظة. في تناغم بين المواطن وبين رجل الأمن، وهذا الضمان الحقيقي. متى ما صار التناغم حاولت أني في المطاعم في أماكن في لقاءات جانبية أن أدخل في أعماق المواطنين وأطرح لهم حواراتهم مزاج المواطن حواراتهم أنه والله يعني هؤلاء يتعبوا الإنسان في التفتيش في هذا. ما حقك تفرح لأنه لما يتعبوك بمعنى أنهم يدوا عملهم على أكمل صورة وأجمل وجه. فوجدت أن في تناغم وفي وعي موجود بين رجل الأمن وبين المواطن، وهذا هو الضمان الحقيقي. نعم تهديدة القاعدة الناس أصبحوا يعني أصبح الناس ينظرون للأمن أنه قادر على حمايتهم من التهديدات التي كانت. يا سيدي القاعدة هذه مصطنعة، هذه تنطلق من المعسكرات الذي كانت في 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 المكلة وفي حضرموت. مو يسموها قاعدة، يسموها داعش، يسموها يختاروا لها أي اسم، وممكن أسماء جديدة تجي. فلكن الآن بفضل الله خرجت القوة من الأماكن حقها وأصبحت معرية. عاد سمعت شيء؟ لا ما في حاجة. لكن لو ظلوا بتظل القاعدة وبتظل الدواعش وبتظل أسماء إرهابية جديدة. نحن الذي نخلقها ونحن الذي نجيبها ونحن الذي نربيها ونحن الذي نحميها. هذا الهدف. ما تأتينا من السماء. لكن الحمد لله تم تجاوز. الحمد لله تجاوز. هناك رغبة حقيقية في إيجاد وضع آخر في حضرموت. القيادة المحلية والسلطة المحلية هناك لها خطط وبرامج معينة، هذا الذي يعني تم مناقشته. أيضا يعني أنتم تنظرون دائما للاقتصاد أنه هو أساس الحل لكل المشاكل. ما في مشكلة يعني ما يدخل فيها الاقتصاد. وأي مشكلة ينزع منها الاقتصاد ينزع كل شيء، حتى الأمن. رجل الأمن هذا إذا لم يكن له راتب
إذا لم يكن له عناية، إذا لم يكن كيف بيمسك لك أمن؟ نعم. كيف بيوفر لأسرة الحياة المعيشية؟ كيف بيجيب لهم ملابس، غذاء، علاج؟ هو الجانب الاقتصادي هو أساس الشيء، هو الذي يثبت الأمن، وهو الذي يثبت الاستقرار، وهو الذي يعلم، وهو الذي يعالج، هو الماء الاقتصاد. طيب الرؤية المحافظات للتنفيذ العملي للأقاليم. والله متفقين بالنسبة لشبوة، بالنسبة لأقليم سبا هذا متفقين كاملا، ما هناك أي تحفظ، جوف البيضاء كلهم متفقين، هناك تنسيق متكامل، أيوة، وهناك جد رئيس الإقليم، وهناك جد يعني خطوات جدا. بالنسبة لأقليم حضرموت في شوية أصوات نشاز من هنا أو هناك بسيطة، لكن الأساسيات الذي هي محافظة شبوة ومحافظة حضرموت هذه متفقين، متفقين تماما. إنما تظل الأصوات النشاز أو يظل التغليف والتعمية والرمادية، يعني كل ما حاولنا اللي احنا نخرج من المازق وجد من ينفث سمومه في هذا الأشياء. نعم. إنما المحافظين المتفقين، المواطنين المتفقين، ما هناك خلاف في هذا الموضوع، ومتفقين، وما باقي إلا التدشين وإعلانه وتنفيذه، ومفروض إنه يدشن من الآن وقبل الآن كمان. نعم. وأهمية الأهمية يعني تمازج التدشين السياسي مع الاقتصادي. نعم. يعني هذا هذين خطين متوازيين يجب أن يستمر وينطلق معا يعني. نعم 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 نعم. وهذا القاعد أنا كلفني حملني محافظ حضرموت تحياته أشواقه وتطلعاته إلى أخيه محافظ شبوة والذي انتقلت مباشرة بعد من المكلا إلى 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 عتك مرورا مرورا بمنطقة عرفتها قبل حوالي 35 سنة كانت مجرد صحراء يباب لا يوجد فيها حتى الحياة لا توجد فيها، وهو بالحاف أصبحت مدينة صاخبة، أصبح يعني مشاريع عملاقة يعني تنظر لها عن بعد، توجد أنه فعلا لو عندك يعني الإحباط كله يسقط، هذا الإحباط كله مجرد أنك تشوف هذا الأشياء. كان عند موجود رصيفين، رصيف للتصدير الغاز والنفط، وفي رصيف مخفي رغم أنه موجود لكن لم يستخدم، وهو الرصيف التجاري رغم أنه موجود وجاهز مثله مثل الرصيف حق التصدير. فقام محافظ شبوة والتقى بالعاملين في الميناء وسألهم عن المعيقات في هذا المجال، قالوا ما هناك معيقات، ممكن من بكرة وهو يشغل هذا الرصيف التجاري. شفت كيف؟ ما عليك إلا أن تجيب فريق يعني أستنجد بحكم الخبرة، أستنجد بأخواننا في 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 في, في المكلة، وأعطوه أعطوه فريق الآن، وممكن خلال شهر أو أقل من شهر بإذن الله يفتح ميناء تجاري، ميناء تجاري كامل في شبوة، في شبوة نعم، ومركز للجمارك في 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 قصة ذكرتها الحقيقة. كنت أنا والمحافظ مع مجموعة، كان بالحاف الحراسة حقه خارجي ما هم من أبناء المحافظة، مجرد المشكلة حدثت ودخلوا الحوثيين إلى المناطق عتق ونواحي هربوا وأغلقوا الهادي وخلوه فارق على يباب المصفى، المصفى كامل والميناء كامل والمعسكرات كاملة يعني هذا حق التصدير فرغت ولا فيها واحد. عملوا أبناء المنطقة الذي كانوا يمنعوا أن يقدموا حتى عند الباب، عملوا طوق واتفقوا فيما بينهم حفاظ على المنشأة، حفاظ على المنشأة، وعملوا طوق وقعدوا حارسين عليه لحد ما جاء المحافظ وجاء مسؤول الميناء من الخارج وسلموا تسليم رسمي، ولا استلموا ولا ريال لحد هذه الساعة.
فقال لهم المحافظ الشركة المشغلة قال لهم هذولا الذي كنتوا تمنعوهم أن لا يقربوا الباب هم اللي حافظ. هم الذي حموه، وإذا أردتوا الاستمرارية وأردتوا العمل الصحيح فعليكم توظفوهم وهم بيحموكم دون رجوع حتى للدولة، هم الذي بيحموكم لأنهم أبناء المنطقة وهم عارفين مصلحتهم. ولكن لابد أن يكون في ترتيب ومؤسسة وقونا لذلك جدا يعني. جدا يعني حتى المحافظ جاب عندنا 4000 جندي من شبه من شباب شبه، كل المواصفات العسكرية النظامية المعايير المقاييس وصلوهم، علشان أفهمك أكثر أنه التنسيق بينهم لا حدود له، أنه 4000 راحوا يتدربوا في حضرموت في المكلة ونواحية ورماح ف2000 انتهى تدريبهم، وزعهم المحافظ على المنشآت الاستراتيجية والنفطية والغازية والما شابه ذلك، و2000 ان شاء الله في حدود يعني اسبوعين ان شاء الله يصلوا عتق. الرجل يقاتل قتال المستميت الفاسدين، اقولها بصريح العبارة، الفاسدين في شبوة كثر في كل محافظات رسل أيوة بس كثر عندنا في كل محافظة حقيقة، حتى انهم نهبوا كل شيء ولا اصبح وصل المحافظ وهو لا يملك حتى يعني الراتب حق، كلها نهبت وكلها انتهت، ولكن بفضل الله ثم بفضل التفاف مواطني محافظة شبوة حوله ورجال مال وأعمال، أنا حضرت أكثر من اجتماع في هذا الأشياء، التفوا حوله وقالوا إحنا جاهزين. أنت بس الآن مستشار المحافظة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يعني هناك جهود كبيرة يجب أن تبذل في هذا الجانب. بإذن الله ونحن قادمين والمغتربين عندنا ورشة عمل أبشرك قادمة في ماليزيا تحت رعاية الأخوان هناك على رأسهم رئيس الجالية اليمني تاج الدين عرفات تاج الدين. نعم احنا حاولنا على فكرة الاتصال بالأستاذ عرفات لكن اعتقد انه الوقت بيننا وبينهم يعني لا يسمح بذلك اكثر من 3 مرات. كنا نود ان نسأله حول هذا الموضوع حقيقة ويكون معنا، وهو شيء مهم أن يكون للمغترب اليمني حضور خاصة في هذه المرحلة. المنظمة الدولية كلها يجب أن تكون حاضرة أيضا في مسألة التنمية. الذي تعرض له الوطن خلال الفترة الماضية يحتاج لجهود كبيرة محلية وإقليمية ودولية، والمواطن المغترب هو الأساس، ربما يكون يجب أن يكون حاضر وبقوة. نعم وخاصة أنه الآن لا نتعذر أن هناك من يريد أن يقاسم هذا المغترب ماله، يعني في السابق كان هناك من يقول يدخل شريك بالحماية، الآن تجاوزنا الشريك بالحماية، يقول لك تعال يا أخي استثمر، تراخيصك جاهزة، أوراقك ممكن تكون جاهزة في أقرب وقت. لحنا فوق هذا وذاك في لجنة تحضيرية الآن تحضر لهذا العمل وتجمع الفرص وتسهلها للمستثمر، حيث تكون مسهلة ومبسطة وحيث تكون في متناول اليد للجميع، كل على قدرته، مش شرط كان من المعيقات او الذي يخلقوه معيقات، انه لازم تكون مشاريع هذا استثمارية قوية وبروس مال خيالية يا اخي 3 مليون دولار، مليون دولار، 2 مليون دولار، كويس انه واحد يأتي لبناء فندق صغير او 3 نجوم 4 نجوم في مأرب ولا في شبوة، هذا يعتبر انجاز. نعم والمجال واسع والفرص لا حدود لها والأرض بكر وقضية أي واحد بيجيك اليوم خاصة في هذه المحافظات، أنا ما أعرف، أنا أحكم على المحافظات دي، شفت كيف هذه المحافظة دي يجيك يقول لك والله أنا ما وجدت الرعاية وما وجدت العناية وما وجدت الحماية، هذا إنسان ما أقدر أقول لك إلا يا غبي يا إنه فعلا يحاول يشوه الحقائق ويلوي أعناقه. أنا شفت الحقائق أمام عيني، واللي يريد يعمل فعلا له مجاله. اما مساله اللي احنا بنقول والله انتظروا لما تنتهي الحرب، وبعد ما تنتهي الحرب بالاجتماع وبالسوي خطط وبالسوي هذه، هذا انسان واهم. كان الرئيس واضح على فكره
اصحاب الاقاليم، الاقاليم المعروفه تبدا تشتغل. بالضبط، وهو مفروض هذا، ومفروض انا لحد الان ما عندي اي مبرر، لانه انت يا اقليم صاد ما تبغى هذا الحين او ما انت جاهز خليك لحد ما انت تكون جاهز، لكن اقليم باء جاهز، ايش المانع ما ينطلق؟ خلي احنا يا اخي نخطا، وخلي احنا نرتكب اخطاءات، لكن نتعلم منها. يا سيدي هذه جهود ذاتيه بتبذل في مارب وفي حضرموت وفي شبوه، شفت كيف؟ يعني ماشي من ابدع ما يكون. نعم، كان الانقلابيون يراهنون دائما على يعني خلق الفوضى في المناطق المحررة من مأرب إلى شبوة إلى حضرموت وإلى عدن أيضا، لكن تغلبت عليها العديد من المحافظات، وخاصة هذه المحافظة يعني خاصة مأرب وشبوة وعدن أيضا خفت قليلا كثيرا المظاهر الفوضى اللي حاولت الميليشيات الانقلابية أنها تثيرها فيها. لكن في النهاية نصيحتك لكل الأقاليم المحررة ابتداء من عدن وانتهاء بمأرب. والله أنا نصيحتي يعني الأساسية أنه من قدر يبتدي عنده إعلان أقليمه وإقامته وتنفيذ الحد الأدنى الاقتصادية الخطط الحد الأدنى منها أن يبتدي من الليلة هذه، لأن العملية هما فيها لا يمكن يعترض على الأقاليم إلا من نزع منه المال الذي كان يأكله سحت من هذا الأقاليم. أما الأقاليم فهي بيرجع خيرها لها، والحكومة المركزية بتاخذ حقها، يعني وين الخلاف؟ اللهم إنك بتقول لي والله أنت نزعت الذي كنت كله شليت عليه، ما في غير. نعم. طيب أنت لو أنت تخاف الله ولا تتقيه ولا أنت تنتمي إلى وطن، يا أخي بتعدل، يا أخي بتعطي الناس، لكن تاكلها كامل وتخليني بجوعي وبعري ومرضي، لا ما هي عادل. عدل ولا يمكن يكون عدل. يقاتلك عليه. يقاتلك ومن حقه. من حقه. من حقه. من حقه. بالأمس واليوم وبكرة كمان. أنا بقول الذي يعني يتنازل عن حقه وهو جايع ولا عاري انه جبان. كائن من كان. طيب. يتنازل. أستاذ محمد المحضار مستشار محافظة شبوة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وعضو مؤتمر الرياض والمتخصص أيضا بالشؤون الاقتصادية، أنا أتمنى لك التوفيق. شكرا لجهودك، كانت زيارة موفقة، أتمنى لك أيضا الخير، وأنت قلت أنك ستنقل كل ما رأيته لمختلف أبناء الجالية اليمنية في مختلف العالم، ونحن نعلم اتصالاتك وعلاقتك في هذا الجانب. بإذن أتمنى لك التوفيق، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج حديث الساعة. هدفنا ومنانا وكل دعانا أن يكون وطننا آمن ومستقر ومزدهر بإذن الله تعالى، إلى الأمام بكل الجهود الخيرة لهذا الوطن. أما بالنسبة للذين يدمرون ويقتلون ويبيدون فالخزي والعار عليهم بإذن الله تعالى، وسيتم الانتصار عليهم. حتى الملتقى أنتم بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.